إذاعة سلطنة عمان تقدم جامع السلطان قابوس الأكبر، مسجد قبة الصخرة، الجامع الأموي، الحرم المكي، مسجد ستين قبة. ليس من السهل أن يترك المعماريون تحفا فنية رائعة لتبقى في صفحات التاريخ، ولكن هذا ما حدث، وها هي الشواهد تتحدث عن نفسها. القباب التي تستقبل السماء بسعتها، المآذن وهي تعانق الغيم بصوت الصلاة، النوافذ والمشرفيات تفتح دربا للهواء، العمارة الإسلامية. العمارة الإسلامية رحلة للتعرف على أساليب العمارة في الحضارة الإسلامية. العمارة الإسلامية من إعداد المهندس علي بن جعفر اللواتي، تقديم خالد بن عبد الله السلامي، وإخراج علي بن عبد الله العجمي. العمارة الإسلامية. جامع السلطان سعيد بن تيمور. تتميز عمان بمجموعة من المساجد والجوامع من طرز معمارية مختلفة، ومن أبرز هذه الطرز في قلب العاصمة مسقط بلخوير في ولاية بوشهر تقع تحفة معمارية نادرة اتخذت من فنون العمارة العثمانية طرازا زمانيا لها، ومن ثراء العمارة العمانية مكسبا جغرافيا لها. لقد شيد جامع السلطان سعيد بن تيمور عام 1999، واستغرق بناؤه نحو عامين على قطعة أرض تربو مساحتها على 34,000 متر مربع، لتتسع إجمالي المساحة المخصصة للصلاة لحوالي 2,200 مصلي. يذكر مؤلف كتاب رحلة عمان المعمارية أن الجامع شيد تكريما لذكرى والد جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في تصميم معماري مهيب بحجمه الكبير وجماله الخاطف للأنظار من الحجر الجيري ذي اللون الرملي الشاحب، مع زخارف متلألئة بخطوط بنية على الطراز المملوكي. يستلهم تصميم جامع السلطان سعيد بن تيمور أسلوبه من العمارة الدينية العثمانية، فهو يتميز بقبابه النصف كروية والربع كروية المكسوة ببلاط الموازيك النحاسي، وبالمنارات القلمية المدببة والمسننة في قمتها والتي تشبه قلم الرصاص. المنارتان الشاهقتان في الارتفاع يبلغ ارتفاع كل واحدة منها 52 مترا، وهما شبيهتان بالرمح المدبب من الأعلى، تتوسطهما 29 قبة عريضة متجمعة من ضمنها القبة الرئيسية. القبة هي التي تميز شكل الجامع وتحدد نمطه الهندسي وتعطيه رونقاً أخاذاً بقطرها الكبير وارتفاعها الشاهق،
الذي يبلغ 27 مترا وحجمها الذي يهيمن على بقية تفاصيل المبنى. تتجلى المهارة مع الإبداع في بناء القبة الكبرى النصف كروية الشكل مع قبتين ربع كرويتين متداخلتين في القبة الكبرى، ناهيك عن القباب الصغرى التي تشد انتباه الناظرين بكثرة عددها وروعة توزيعها لتغطي سطح الجامع. الطراز المعماري المتفرد لجامع السلطان سعيد بن تيمور يجعل الناظر يربط بينه وبين الجامع الأزرق المعروف بمسجد السلطان أحمد، التحفة المعمارية العثمانية بمدينة اسطنبول التركية، والتي تعود إلى أوائل القرن السابع عشر الميلادي، وهو أحد أكثر المباني شهرة في العالم الإسلامي. ويقال حسب بعض المصادر بأن هذا النمط هو آخر نموذج من نماذج العمارة العثمانية الكلاسيكية. إن جامع السلطان سعيد بن تيمور في معماره بناء مترابط يرتفع من مصطبته متربعا على ساحة رخامية مرتفعة، والقباب في الأعلى كأنما سحب كثيفة تصلبت، وهناك محاكاة للقباب الأصغر حجما على سقف ذي ست ملحقات خارجية تبدو كما لو أنها أقمار في مدار حول المركز. أما من الداخل فيعبر الجامع عن سمو الفكرة المعمارية التي تعتمد أساساً على مبادئ التناظر وتناغم الألوان والزخارف التي تسيطر عليها درجات اللون الأزرق والفيروزي والبني. وهناك العديد من النوافذ ذات الزجاج الملون يندلق منها الضوء الملون إلى حجرة الصلاة. لقد شيد الهيكل الإنشائي لجامع السلطان سعيد بن تيمور على أقواس محمولة على أعمدة تتقاطع تحت القباب الثلاث الرئيسية، وتتدلى ثريا واحدة من نقطة مركز القبة الأعلى ارتفاعا، كما توجد نسخة مطابقة مصغرة من هذه الثريا في الأروقة على كل من جانبي حجرة الصلاة. يعد هذا الجامع الجميل الرائع من غير بهرجة صاخبة معلماً معمارياً من معالم عاصمة السلطنة، يسهم في تكوين هويتها كمدينة متميزة معمارية. العمارة الإسلامية مع تحيات المهندس علي بن جعفر اللواتي، خالد بن عبد الله السلامي، وإخراج علي بن عبد الله العجمي. العمارة الإسلامية العمارة الإسلامية.